عشان اجيبك. طبعا عندك المفروض ان السوبر تشتغل. عشر ثواني يا ادي 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 ايوه 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 حبيبي. السلام عليكم، جاي فيديو جديد ضرب نار. قبل ما نبتدي الفيديو يا جدعان، وانتم مش مشتركين في القناه زيكم دلوقتي حالا اشتركوا في القناه. عايزين نوصل يا جدعان الفيديو ده ل1000 لايك. طبعا يا جدعان المفروض زي ما انتم شفتوا في عنوان الفيديو، المفروض ان احمد اخويا يبقى ليه دقيقه في السوبر ماركت يشتري كل اللي عايزه يا جدعان. المفروض ان انا اشغله للسبوت ومعاه يا جدعان في الفيديو. المفروض يا جدعان بقى عايزين نوصل للفيديو ده ل1000 لايك، لان يا جدعان لو الفيديو ده وصل ل1000 لايك المفروض ان انا هاجي وبرده هيبقى ليا دقيقه هو يشغل لي السبوت وانا برده اخد اي حاجه في خلال دقيقه. طبعا يا جدعان المفروض بقى ان هو ناوي على موت، اقسم بالله يا جدعان الفيديو ده في خراب. طبعا يا جدعان معايا فيديو النهارده بيسو حبايبنا المفتاح ده انا مش حلو والله يا جدعان، ما اخليه يروح يعني مش هيبقى معاه حق المواصلات يروح. طبعا يا جدعان المفروض النهارده يوم يوم. استنى يا ابني وانا ورا الكاميرا مصطفى موزه هيتقعد. المفروض يا جدعان بقى ان احنا دلوقتي هنخش السوبر ماركت، هو اليوم يوم اللي انت عايزه خلال دقيقه هاته اللي نفسك فيها. طبعا يا جدعان المفروض بقى ان احنا دلوقتي هنخش السوبر ماركت. المفروض يا جدعان بقى ان احنا دلوقتي قدام المول. يا جدعان جبنا بيسو بامانه يا جدعان، انا هيتخرب بيتي في الفيديو ده قبل بقى ما نخش يا جدعان ونبتدي التحدي. لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا اشتركوا في القناه. لو يا جدعان وصل الفيديو ده ل1000 لايك. لو امك غالي عند خلايا يا رب امك تخش الجبل لو دست لايك. يلا طبعا يا جدعان معايا الفوتوغرافر مصطفى موز حبايبنا. لا المفروض يا جدعان بقى ان احنا دلوقتي هنخش المول ومعاه دقيقه جوه في التحدي ونشوف بقى. والله العظيم يا جدعان انا مهل. بس بصوا يا جدعان لو الفيديو ده وصل ل1000 لايك انا برضو هاجي وهو يجيب لي اي حاجه في دقيقه على حسابه. تسعه يعني ايه؟ 999 حلوه وما يتمش ال1000 كده. ايه عشان ايه؟ ما ايه ما يجيبليش اللي هو هيجيبه. طبعا يا جدعان بقى دلوقتي هنخش المول نبتدي التحدي. طبعا يا جدعان انا غلطان، ايه اللي خلاني اعمل كده يا جدعان؟ تعال يا لهوي تبتدي بقى كسر. وطبعا تعالى لازم عايزك بس تاخد لك لفه كده عشان تبقى عارف انت بتاخد ايه. ماشي يلا سيبك تعالى. الف لايك برضه انا هاجي وهو اللي هو يعمل معاك كده برضه. تعالى ما حد فولك كده يا ابني هشغل الاستوبوتش. بص انا عايزك بس تاخد لك بس. تعالى 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 استنى لسه اما اشغل الاستوبوتش ثانيه. عشان اجيب المفروض اخد عني ان انا دلوقتي اشغله الاستوبوتش ومعدي ايه بقى. المفروض اخد عني ان انا اجيب عني بس مش خلاص. دي اكتر حاجه بحبها في المانع. طب يلا 3 2 1. طبعا عندك المفروض ان الاستوبوتش اشتغل. يلا يا بابا اللهم صل على النبي. هات هات لا لا دي مش عارف. يلا 10 ثواني يا ابني. 10 ثواني 10 ثواني يا ابني. ادي 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 10 ثواني. انت تشكرت يا اسطى تشكرت يا ابني. 20 ثانيه تعالى نهار اسود. ايوه 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 واحده واقول يا مصطفى حبيب اخوك اعمل حسابك معايا يا شد. ايوه اخوك حبيبي. شمسيات بقى شمسيات شمسيات زميلي شمسيات. لا 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 شمسيات انك تعمل التحدي ده معايا. اوعى تعمل ايه؟ هات واحده كمان ليا. عشرات. ايوه ادينا عشرات كده. انا اللي خلاني ابيع اللي خلاني اعمل الفيديو ده يا جماعه. ايه؟ واحده اخويا يا ابني انا بحب اكل. طب يلا اقف اصب 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 ايه بص يا جدعان يا نهار اسود يا جدعان. كنت انا متسول هو هيحاسب. انا متسول يا نهار اسود. شايفين يا جدعان خد حاجات قد ايه؟ ده حاجات ولا ب 500 جنيه. طب استنى لا انا جعان. طب ينفع تزود لي ثانيتين كمان؟ لا 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 هجيب حاجه. هتخش تخش التحدي؟ انا هخش حاجه لاخويا مصطفى. لا 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 والله حاجه لاخويا مصطفى. انا هتلاقي اروح لاخويا مصطفى. انا البيس وحاجه مش اخويا. يا ابني حط البامبز يا ابني.
كده مصطفى صور ده عايز يعمل حاجه ليه يا ابو هشه؟ طبعا يا جدعان زي ما انتم شفتوا كده خلص الدياب تحته جت حاجات على ب 1000 جنيه. طبعا يا جدعان هنروح نحاسب الاول على الحاجات دي وبعد كده دخل مصطفى في الحاجات. شوفوا لينك الانستا بتاعنا واحمد اخويا تحت في الديسكربشن. هنطلع لايف النهارده الساعه 9 بالليل هنوريكم كل الحاجات اللي احنا اشتريناها النهارده. فالمفروض يا جدعان فاضل لي 50 فولو واتم ال 2000. فياريت يا جدعان كله يروح يعمل لي فولو هناك عشان برده بننزل ستوريات عليه وبننزل ستوريات مع عمر شاور عليه برده. فيا جدعان كله يروح يعمل لنا فولو تحت اللي بتاعي وبتاع احمد اخويا تحت في الديسكربشن يا جدعان كله يروح يعمل لنا فولو. يلا بينا نخش على الفيديو. دور مصطفى يا جدعان مصطفى موسى اخويا اللي عزمته وهيعزمني اجيب عجل معايا الا بمبز. يلا يلا بينا. معلش يا اسطى مش قصدي. طبعا يا جدعان المفروض بقى ان دلوقتي دور مصطفى موزه صلى على النبي. انا جبت لك حاجات معايا طبعا هتجيب لي. هو كل واحد بيختار القسم اللي هو عايزه. احمد اخويا اختار قسم الشوكولاتات مصطفى قال لي انا عايز اروح عند قسم الخضروات وكده. طبعا يا جدعان المفروض ان انا طبعا يا جدعان لو مو موزه ام مصطفى موزه بتتفرج على الفيديو ده اقول كلمه لامك بقى حبيبتي يابا. طبعا يا جدعان المفروض ان انا دلوقتي هشغله الاستوب واتش معاك دي تنقي اللي انت عايزه 3 2 1 بس بس لا 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 يا لهوي هات تعمل معاها ايوه اوكي واحد هتجيبي تاني هات لامك فاضل له قد ايه؟ فاضل له قد ايه؟ خلاص طبعا يا جدعان الثوب مصطفى دقيقة كده عدى وقته دقيقة. طبعا يا جدعان المفروض زي ما انت شفت جاب حاجات قد ايه؟ لا 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 انا حاجة انا رحمة شوية يا جدعان. الشيبسي ب 5 جنيه يا جدعان هنحاسب عليه. المفروض ان احمد اخويا جايب حاجات ب 1000 جنيه يا جدعان. بس يا جدعان هروح احاسب على الحاجات دي لايك يا جدعان. لو امك جالي عندك لو امك جالي عندك وابوك يا رب ياخدش بجد. لو بس اللي قلت لايك المفروض ان انا هاجي هنا ليا دقيقه على حساب ده وليا دقيقه على حساب ده. طبعا يا جدعان وكده دي في نهايه الفيديو النهارده. لو الفيديو عجبكم بقى يا جدعان ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. لو مش اشتركوا في القناه يا مصطفى اخواتنا اخواتنا وحبايبنا بقول لك كلهم يشتركوا في القناه بتاعتنا بس كده في نهايه الفيديو النهارده يا جدعان. نشوفكم الفيديو الجاي ايوه حبيبي.